السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومبيكز منور وتدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. طبعا النهارده يا جماعه هنتكلم عن حاجه مهمه جدا كل الناس في احتياج ليها وفي احتياج تعرفها. طبعا معلش صوت الكلاب طبعا والدوشه، اكيد كلكم عارفين العذر طبعا. النهارده يا جماعه هنتكلم عن مشاكل العين. بس عيب، هنتكلم النهارده يا جماعه عن مشاكل العين. مشاكل العين طبعا في ناس كتير بتعاني، تبص تلاقي في عين، تبص تلاقي في عماص، تمام، تبص تلاقي في دموع، تبص تلاقي في عين مقلوبه، تبص تلاقي احمرار في البياض بتاع العين، تبص تلاقي صفار في بياض العين. كل دي مشاكل بنقابلها في عين الكلب عندنا في البيت. طبعا امراض العينين طبعا بتدل على حاجات كتير، يعني لو الكلب عنده ديدان بتلاقي فيه مشكله في العين، لو الكلب عنده بكتيريا في المعده بتلاقي فيه مشكله في العين، لو الكلب عنده امراض مثلا سخونيه او برد او حاجه زي كده بتلاقي فيه مشكله في العين. بس كل شكل للعين طبعا بيدل على نوع مرض معين. طبعا بعد كده هنتكلم في حلقات على الموضوع ده، لكن احنا بنتكلم النهارده عن مشكله العين نفسها، يعني مفيش اي حاجه عند الكلب، ولا ديدان ولا حشرات ولا سخونيه ولا برد ولا اي حاجه زي كده، بس في عندي مشكله في العين. مشكله العين يا جماعه حلها ممكن يكون بسيط، وممكن يكون حل مستعصي صعب شويه، وممكن يكون مفيش حل نهائي. يعني لو عين الكلب مقلوعه او عين الكلب مثلا دخل فيها حاجه، يعني لا قدر الله الكلب اتعمى خالص، اصبح ان كده ممكن ما يبقاش فيها حل خالص، ولو كمان دخلت في عمليات جراحيه مش هيكون لها حل. فبتضطر ان انت تلجأ لعلاجات طبيه طبعا كمحسنات، وتشوف يا ترى في نتيجه او مفيش نتيجه. طبعا ده مشاكل ان تكون العين مثلا فيها مشكله كبيره وانت مش قادر تحلها. المشكلة التانية يا جماعة لما يكون عندك عين الكلب بتاعك في احمرار، في حاجة زي كده، العين مطروفة من حاجة، من ضوافره وهو بيلعب، من عصاية، من أي حاجة الكلب بيلعب حواليها أو كلام زي كده، تمام، أو مثلا العين ملتهبة، وديت طبعا بإذن الله لها حل. طبعا الحل الوحيد يا جماعة اللي احنا بنستعمله عندنا هنا لما يكون في مشاكل في العين، أول ما بنقابل أول مشكلة في العين بنشتغل على قطرة معينة اسمها ديكساترول. الديكساترول ديت طبعا عبارة عن قطرة مضادة الالتهابات والبكتيريا والحاجات زي دي كلها، تمام، بتبقى خاصه يعني هي بشري اساسا، موجوده في الصيدليات البشري كلها، بس طبعا بنستعملها مع الكلاب. جربت انواع قطره كتير زي اوبتبرد وحاجات زي كده وبروزيلين والكلام ده كله، لكن اللي جابت معايا نتيجه الحاجه الوحيده اللي هي ديكساترول. دي قطره جميله جدا، لان دي كنت لاحظت ان في ناس كتير بتكتب لنا على اليوتيوب في التعليقات ان عندهم مشاكل في عين الكلب بتاعهم. قبل ما تتصرف وقبل ما تروح تعمل عمليات، قبل ما تعمل عمليات جراحيه في العين او قبل ما تخش في دايره انت في غنى عنها، استعمل الاول القطره. لو العين عندك فيها مشكله استعمل القطره لمده اسبوع او 10 ايام، مره الصبح ومره بالليل، نقطه هنا ونقطه هنا قبل ما تعمل اي حاجه في عين الكلب. بعد كده القطره ما جابتش معاك نتيجه، يبقى انت بتضطر ان انت تلجأ لدكتور بيطري، وبعد كده بيبدا يشوف لك لو في محتاج عمليه في العين بتبدا ان انت تعملها. طبعا دي يا جماعه حاجه احنا اتكلمنا عنها قبل كده في حلقات، بس ما كناش موضحينها مشكله موضوع القطره، موضوع العينين دي. فانتوا كده اكيد فهمتم ان انا اي مشكله عندي في العين، سواء بقى مشكله معده، سواء بقى مشكله طفيليات، مشكله بكتيريا، مشكله ديدان، اي مشكله في المعده، بس نستعمل القطره مع العين، وانا بنعالج المرض اللي هو الثاني اللي هو سبب اساسا مشكله العين، تمام. لان لازم طبعا، معنى ان الكلب عنده ديدان يبقى هيحصل التهابات في العين، الكلب عنده بكتيريا سخونيه اكيد هيبقى فيه التهابات في العين، يبقى لازم نعالجها بالطريقه ديت. ان انا نجيب ازازه القطره دي، مش غاليه ولا حاجه، دي موجوده في الصيدليه، وزي ما انتم عارفين ان القناه عندنا بنحاول ان احنا نوضح لك حاجات بتبقى مش غاليه، يعني بتبقى حاجات رخيصه. ديكساترول دي عباره عن انبوبه قطره بتستعملها نقطه في العين دي ونقطه في العين دي في اليوم مرتين. يا رب تكون كده العمليه وضحت لكم. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الساده المشتركين. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.